ذكرت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة نفذت هجوماً سبرانياً ضد إيران في أعقاب اعتداء أرامكو في أيلول الماضي، مبينة أن الهجوم استهدف قدرات طهران على نشر دعايتها. وأوضحت المصادر إلى أن مثل هذا الهجوم يعد طريقة للرد لا تنطوي على مخاطر سقوط ضحايا في العالم الواقعي. وكانت تقارير صحفية أمريكية قد ذكرت في آب الماضي أن واشنطن شنت هجوماً سبرانياً في حزيران الماضي على إيران، تسبب في تدمير قاعدة بيانات استخدمها الحرس الثوري لمهاجمة ناقلات النفط في الخليج حسب مسؤولين أمريكيين.